السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروستوس فيديو دي بتاعت القناة. إن شاء الله النهاردة معانا درس جديد من دروس دوت الباتش سكريبت. إن شاء الله النهاردة معانا التعليقات. إيه هي التعليقات؟ التعليقات هي ببساطة جدا هي حاجات بتعلمها لنفسك جوه البرنامج، مش بس مش علامات، يعني مش بتستخدم في الكود. يعني مثلا لما أنا من هنا إيكو إيكو مثلا إيه نعمل مثلا نسيف الأول، بس سيف سيف أز ديسكتوب كومنتس كوم دوت بات. هنيجي هنا مثلا ايكو، مثلا هنكتب اي حاجة، مثلا محمد ايكو مثلا نخليها بس كده ايكو مثلا بروف سوفت. لو انت مثلا ايه، يعني احنا عايزين مثلا نعلم علامات جوه نفسنا، ننزل كده تحت كمان شويه، عايزين نقول الحته دي بتطبع محمد والحته دي بتطبع بروف سوفت. هنقول ايه ريم العلامه الكلمه المحجوزه دي، بعد كده اي حاجه بعديها بتبقى تعليق. يعني مثلا نكتب ايه الحته دي بتطبع محمد. طبعا دي التعليقات دي مش هتستخدم في الكود خالص باي شكل من الاشكال. الباش سكريبت اول ما بيلاقي الكلمه دي موجوده بيتجاهلها وبيتجاهل كل اللي بعدها، بعد كده ينزل سطر تاني. الحته دي مثلا بتطبع، ده مجرد ليك انت لو انت مثلا ايه سبت البرنامج شويه ورجعت له تاني تفهم البرنامج ده بيشتغل ازاي. الحته دي بتطبع من بروف سوفت سوفت. هنعمل كنترول اس، هنيجي نجرب كده يا فين. ايوه نفتح السي ام دي بتاعتنا كوم انتر. احنا نسينا نكتب الايكو اوف ايكو ايكو. اس سي ال اس كنا ناخد الملف بتاعنا تاني نحطه. طبعا محمد طبعا بروف سوفت، لكن ما تجاهل خالص التعليقات دي. فباختصار شديد جدا التعليقات دي عباره عن حاجات بتميز البرنامج بتاعك. يعني مثلا بتميزه، مثلا تقول هنا هنا داله تنهي داله، هنا مثلا ايه الانبوتس بتاعتك الريم دي التعليقات دي الانبوتس، عشان تعرف مثلا لو في خطا ولا حاجه تبقى انت عارف من التعليقات دي حته ايه ودي حته بتاعت ايه ودي الحته بتاعت ايه وكده. ده اللي التعليق باختصار شديد جدا. خلاص درسنا كده النهارده خلص، نلقاكم في درس اخر ان شاء الله من دوره الباتش سكريبت. ارجو عمل لايك للفيديو لو كان يستاهل، سبسكرايب القناه عشان يوصل لك كل جديد. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.